سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا همّاً إلا فرجته ولا همّاً إلا فرجته. ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت حينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت حينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم عتق رقابنا من النار ورقاب وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأولادنا من النار. أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك يا ربنا يا كريم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحنانا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت
رحمة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفرهم وارحمهم وسكنهم في الجنة، اللهم اغفرهم وأدخلهم في الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا يا حي يا قيوم. تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وصل اللهم على سيدنا نبينا محمد. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.